السلام عليكم، أنا محمد غنايم. يقول لي أحدكم حفظه الله: يا محمد، ما هي الأمور التي يجب أن نفعلها أو لا نفعلها في شهر رمضان، أو كيف نستغل شهر رمضان؟ هذه الأمور لن أتكلم عنها في هذا الموضوع، لأنني متأكد تماما أنك لا ترغب في سماعها وتشعر بالملل عند الحديث عنها، أو أنك تعرفها مسبقا ولا تحتاج نصيحة عابرة. لذلك في هذا الموضوع سأكون صريح جدا معك، ولن أنصحك. لن أقول لا تشاهد المسلسلات أو الأفلام أو صلي حتى بزوغ الفجر، لا، فشهر رمضان لم يأتي خصيصا لي أو لك، فإذا فوتته أنت هو لن يفوته شيء. في كل عام وفي أول يوم في رمضان أضع الوعود، أقول لنفسي: اليوم سأصلي 20 ركعة تراويح، اليوم سأقرأ جزء كامل من القرآن الكريم، اليوم سأفعل وسأفعل. وأنا أعلم مسبقا أنني لن أوفي بتلك الوعود لمدة طويلة، وبالفعل أذهب إلى المسجد في أول يوم في رمضان فأرى مئات الأشخاص كحالي، أشخاص قطعوا الوعود، فيكون أول يوم في رمضان من المؤكد ليس كآخر يوم به، وكأننا كلنا ناقضي وعود. لذلك لن أقطع وعدا هذا العام، اكتفيت، ولكنني سأحرص على تطبيق الوعود السابقة. ولكن أتعلم ما المزعج بالأمر؟ أنك تشعر أن رمضان أصبح مشهور بكل شيء إلا العبادة. لنفرض أن زائرا ما أتاك وقال لك: لو أحسنت التصرف معي خلال هذا الشهر سأعطيك في نهايته مالا كثيرا، هل ستحسن التصرف معه؟ من المؤكد ونفس الحال مع رمضان. وأعتذر عن اللهجة الصارمة نوعا ما في طرح هذه الفكرة، ولكن لا بد لنا أن نعي ما يدور حولنا. فلو تمعنت حتى في التهاني والتبريكات التي يتداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بحلول هذا الشهر الفضيل، حتى أنهم يتداولوها بشكل ممل ومكرر، تجد أن المهنئ نفسه لا يدرك لما يهنئ. فلو سألت أحدهم وقلت له: لما تهنئني؟ يقول لك: بسبب قدوم شهر رمضان. ولا يدرك ذلك المهنئ أنه يهنئك بسبب أن الله أحياه وأحيانا وأبلغه وأبلغنا بقدوم هذا الشهر الفضيل، وأن غيرنا تحت التراب لم يمن الله عليه بأن أبلغه هذا الشهر. فهل يدرك المهنئ لما يبارك؟ وإن كان كذلك، لما لا يستغل هذه النعمة هو نفسه؟ ودمتم في أمان الله.